محاولة الآن، وهذا انتخاب، هي محاولة إرجاع ولو بشيء قليل أن يرجع البرلمان سعتبي ساكروش مع الحركة عن طريق اختيار أستاذ سي مشنين اللي هو قانع بالحراك وراه جزء من الحراك وهو يمثل المعارضة. هل تنجح هذا الربط مع الأخرين؟ لكن أنا نقول باللي البرلمان الجزائري مع ما يؤاخذ عليه من منذ سنوات الآن وما نقدرش نصنع به حدث سياسي او ريانسي. اللهم الان المرحله القادمه، لحديثك عن المرحله القادمه، لا المرحله القادمه قبل نقول لك واش مطلوب منه. تفضل. هو ممكن القانون العضوي للانتخابات صحيح. والسلطه صحيح. هذا هو الحاجه صحيح. لهذه المؤسسه. ومادام تحدثت